السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد معي في قناة هبة بلانيت اللي ما شاء الله فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو ديال اليوم كنبغي نهنأ كاع الناجحين والناجحات في الباك، واخا معطلاش بيا كنقول لهم مبروك النجاح، الله يكمل عليكم بالخير. وهذه واحد الزغروته من عندي عليكم. وبالنسبه للتلاميذ اللي ما ساعدهمش الحظ في الدوره هذه، كنتمنى لهم حظ سعيد في الدوره الاستدراكيه، والله يوفقهم والله ينجحهم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غيكون مقسم لجوج ديال الاجزاء. الجزء الاول غادي يكون فيه جوله في كارفور، يعني في البلاصه ديال لي سوندال لي بروموسيون اللي كاينين وديال الحوايج ما كنتش حطيتها لكم في الفيديو اللي قبل صراحه نسيتها. وفي الجزء الثاني غيكون مشتريات داكشي اللي خديت من كارفور وملابس اللي خديت ديال المحجبات، وغادي نشارك معكم منين خديتهم. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو، ما تنساونيش من لي لايك بطبيعه الحال الى عجبكم الفيديو، اشتراك الا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه، واعجبتكم ما تبخلوش عليا بالضغط على الاشتراك، تفعلوا الجرس باش تبقاو دائما توصلوا بالجديد.
ودابا غادي ندوزو للمشتريات. فاول حاجه خديت هاد البيجامه هادي ديال القطن، صراحه رائعه زوينه بزاف. كتجي بحال هكا ديباردور، والشورت ديالو دايره 49 درهم فاصله 90، يعني 50 درهم. صراحه زوينه، المهم قطنه بارده يتبردو فيها الوليدات في هاد الصيف هذا. وخديت هاد التريكو هذا البنيه داير 35 درهم. صراحة وقتا زوين بحال هكا لي تيشيرت كينفعو في الصيف مع الوليدات، كيبقاو يبدلو بيهم. وهذا ولاد خديناه ب 35 درهم، والكري ب 39 درهم. المهم بقى عقل على الأثمنة. وفي لي غوب خديت جوج ديال لي غوب ديال القطن، صراحة زوينين كينفعو بحال هكا اللي سميتو في الصيف هكا تبدالو. هذا خديت جوج، خديت هاد البيضه هادي وخديت الغوز، كنت قلبت عليه حدايا ما لقيتهاش، عاد جبتها صورتها لكم من بعد. دايرين يا اما 59 او 69، صراحه ما عقلتش على الثمن بالضبط. المهم بحال هكا، يا 59 يا 69 درهم. وهذه هي الغوب الثانيه اللي خديت في الغوز، وخديت واحد لي صندال. المهم حتى فيريفيتي كير لقيتو 139 درهم، انا كنت واخده على اساس 89 درهم. ونقول تردو البال ديما لي بخي تما اللي كيكونوا اون سولد، بعض المرات كتكون غير شي واحد هزا حتى في شي بلاصه اخرى، ولا هما غلطوا في التيكتاج. من الاحسن بقاو تردو البال، راه كاين فيريفيكاتور ديال البري، بقاو تيست تشوفوا البري قبل ما تاخذوا. المهم بالنسبه للمشتريات اللي خديت ليا انايا، دائما البسات ديال المحجبات كناخذهم من عند فيا تركي. انا غادي نخلي لكم لاباج ديالهم والنيميرو التليفون اللي بغا شي حاجه. فخديت هاد السورفيت هادي اللي كتجي 3 بياس، كيجي فيها هاد الديتاي هذا في الكمام وفي الستر بحال هكا من القدام. فهاد المره خديت لا تاي 40، نورمالمون كنلبس 38، ما بقاتش عندهم 38 خديت ال 40. راه صاد دايرين دي بروموسيون زوينين بزاف، نتمنى انكم تدخلوا وتشوفوا. غادي نخلي لكم لي كونط انستغرام، ونخلي لكم حتى لي كونط فيسبوك ونيميرو واتساب، اللي بغى شي حاجه يدخل ياخذها. ندوزو للبيسه الثانيه، كيجي بحال هكا هاد البيسه بلا شوميز وبونطالون ديالهم، كيجيو باردين زوينين. راه ديجا لبستها انايا، كيجيو مسيلين في اللبسه. مهم هاد لونسومبل هذا، غادي نخلي لكم التصويره ديالهم ملبوس بحال هكا باش تاخذوا فكره. صافي وخديت حتى الفولار ديالو، المهم حتى الخبر نوريكم الفولار. خديت واحد الكومبينيزون غوب كتجي واعره بزاف في اللبسه ديالها، كتجي خطيره. كنظن في الكرون خديت لا ديرنيير بيس، مي غير صورو في واتساب ربما تكون مازال اون ستوك. وحتى بالنسبه للبنات اللي ما كيبغوش بحال هكا يلبسوا دي كومبينيزون بحدهم، فهادي راه زوينه بزاف. كيجي فيها واحد الكاش بحال هكا من الفوق اون كريب، كيجي سيل غوب. ولتحت كيكون الكومبينيزون كيما وريتكم. انا غادي نخلي لكم التصويره من البوسه باش بحال هكا تشوفوا تشوفوا كيفاش كتجي من البوسه. خديت ليها واحد لو فولار اللي كيجي في لو روز كاشير، صراحه زوين حتى هو في الكريب من عند فيا تركي. مهم اللي غنوريكم دابا الملابس ديال المحجبات ديالي كاملين من فيا تركي. بالنسبه للفولار راه كاين في جميع لي كولور، اللي بغاتو غير تصيفط ميساج في واتساب ونصيفطو ليها لي كولور اللي كاينين. بالنسبه لهاد الزفره مصبن شحال من مره، ما كندير واحد لي كرونتانتي سكيفي زيف كنلبسو مره واحده جوج صافي كيطبع، ما كنبقاش خصو يعاود يتصبن. بالنسبه للبسه البلو تاي خديت لها واحد لو شال اللي قريب ليها من عند نيت فيا تركي. كيف ما كتشوفوا فهذا هو السيل اللي ديال الفولار ديال الشال هذا راه شال ماشي فولار. صراحه زوين، انا الكاليتي ديال التوب ديالو زوينه، كاين الدوزيام ديالو في المغرب ولكن راه ماشي بحال نفس الكاليتي ديال التوب ديال تركيا. المهم هذا هو اللي جاني قريب ليه درتو معاه. وبالنسبه لا شوميز كان نورمالمون اونصامبل يعني بلا جوب، غادي نخليها لكم حتى من البوسه. قسمت لونصامبل انا وصاحبتي، ما هي كتلبس بحال هكا عجبتها لا جوب وما جاتهاش لا شوميز، صافي قلت لها غادي نقسموا اللبسه انا وياك.
اما انه ما عنديش مع لي جوب بزاف، ما كنلبسهمش بزاف، عندي تقريبا جوج ديال لي جوب، المهم ما كنلبسهمش صافي. عجبني السيل ديال لا شوميز، خديت انا لا شوميز وختي هي لا جوب. كيجي السيل ديالها زوين انيق في اللبيسه صافي. هادو المشتريات، يعني هادو الحويجات اللي خديت. كنتمنى انني نكون ما نسيت حتى شي حاجه. ونسيت هاد اللبسه صراحه، باقا مترده ما عرفتش واش ناخدها ولا ما ناخدهاش. كيجي بحال هكا، فيها سروال بهاد التوب بليسي، كيجي سروال شاغلي وبالفوقاني ديالو حتى هو. المهم بالنسبه لهاد لونسومبل راه كاين في دو كولور، كاين في هاد لو روز وكاين في البلو مارين. غادي نخلي لكم حتى هو لا فوتو ملبوس، صراحه عجبني. المهم انا نحط لكم الصوره ديالي انا لابسه، وقولوا لي في لي كومونتير واش ناخذو ولا ما ناخذوش. المهم بقيت حيره واش ناخذو ولا ما ناخذوش، تعطوني الراي ديالكم. مهم ما نطولش عليكم بزاف، نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. وغادي نخلي لكم جميع المعلومات ديال لاباج في صندوق الوصف، نخلي لكم حتى النمره مكتوبه هنا. مهم نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم للقناه، وخليوا لي لايك الا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال، والا عجبتكم القناه تشتركوا فيها. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.